زعما بصح بصح يحلوا الحمامات وهاد كورونا يرفع علينا ربي هاد البلاء. يعني الحمامات بصح توحشناهم، بقى ديك الفراغ ديالهم بقى بزاف. كعارفة المرا المغربية ضروري الحمام. ايوا كنتمنوا ربي يرفع علينا هذا البلاء وكل شيء يرجع كما كان، نمشيو للحمام نمشيو للمسابح ولا اي بلاصه. شنو نقول لك اختي، انا ما كنمشيلوش بزاف، انا كندوش غير في الدار، ولكن بحال بهاد الاجراءات هادو اللي داروا ربما الناس غادي ما غاديش يعني ما غاديش يتبعوه. هادشي اللي كاين اختي. بالنسبه للحمامات يعني الطول ديال المده ديال الحجر الصحي تقريبا شي 4 مو دابا هادي، يعني الناس توحشات الحمام، يعني واخا دوش في الدار ولا هذا، يعني كيبقى الحمام عنده واحد الميزه خاصه، يعني سي بوغ سا الناس راه متشوقين وخاصه دابا يقدر يمشيو. وانا شخصيا هنا في فاس راه كان مسدود الحمام واضطريت باش نمشي للمكناس تحمي تمايا. اختي شنقول لك، انا معمري حاليا تمشي، مي كنت صغير، حاليا من كبرت ما بقيتش نمشي للحمام ديال الزنقه، وشحال هذه ما تحممت انا في الحمام ديال الزنقه، وحاليا انا ما تمشيش للحمام ديال الزنقه كاع، حاليا تنتحممي في الدار. وما صراحه ما نقول لكش الحمام ديال الزنقه مزيان، ماشي ما مزيانش، ولكن حنا مابقيناش قادين على الحمام ديال العاد، تخرج مع صاكك تمشي للحمام، صراحه تمشي وتندخل للحمام ديال الدار، حاليا هو هادشي اللي كاين اختي. السلام عليكم. قلت لك بالنسبه للحمام ديال الزنقه ماشي هو الحمام ديال الدار، وراه رغم ان احنا كنا في الصيف، يعني شدينا الحجر من شهر 2 شهر 3، يعني باش تقيسي 4 شهور باش تشري الحمام ديال الزنقه كتجيك شويه ناقصه، يعني هذاك بحال واحد الكوماج، بحال كدير واحد الصونا، يعني كتحيدي واحد شويه ديال لافاتيك، كتحيدي بالنسبه للخدمه كتكوني عيانه، كتجي كتدخلي الحمام كتحيدي داك لافاتيك اللي عندك. وقلنا بالنسبه للحمام زعما ان الانسان ياخذ جميع الوقايه ديالو، لان داخل الحمام راه اصلا كتغسل انت بوحدك، كتكون مسيباري على الناس، وكتكون داير الصل ديالك بوحدك، والمسائل ديالك ديال الحمام كتكون زعما بوحدك، ما كتكونش مشاركه مع الناس. وحنا كنمشيو على اللي عنده الروبينيات اللي كيكونوا انهم سيباري، ما تهش الماء مع الناس، يعني هذاك هو ليسونسييل اللي كيكون في الحمام. وكنظن ان الحمام زعما بالنسبه لينا ما زعما راه واخد اصلا انه راه في الماء اصلا، راه عنده الاحتياط كامل. وشكرا.